الاستاذ رحيل فخامه الرئيس الكوز مدينه قبرص، معالي رئيس الوزراء الكسس، رئيس وزراء مدينه اليونان، السيدات والساده، اود في البدايه ان اعرب مجددا عن خالص التقدير لصديقي العزيز فخامه الرئيس نيكوس لما لقيته من حفاوه الاستقبال وكرم الضيافه منذ وصولي امس الى نيكوسيا، ونؤكد اعتزازي بمقابله صديقي معالي رئيس الوزراء الكسس في اجتماعنا الخامس اليوم في اطار اليه التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. السيدات والساده، تدركون ان اليه التعاون بين بلادنا بدات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخ العلاقات السياسيه المستقره بين دولنا، الا انني استطيع ان اؤكد وكل ثقه ان تلك الاليه تحولت منذ اطلاقها من القاهره في نوفمبر 2014 الى احد اهم اركان الحفاظ على الامن والاستقرار في منطقه شرق المتوسط. ولست الان في مجال استعراض العلاقات التاريخيه الوثيقه بين بلادنا أو أن أشيد بالدور الذي قامت به حضاراتنا على مدار التاريخ وما قدمته للإنسانية طوال قرون مضت، وإنما أود أن أوضح أن تلك الآلية تستهدف استمرار دور بلادنا في المستقبل لضمان أمن واستقرار المنطقة ورخاء شعوبنا. لقد تناولنا في قمتنا اليوم سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلادنا ومتابعة تطور المشروعات المشتركة والمجالات الجديدة للتعاون المشترك بما يحقق أهدافنا في توفير فرص عمل جديدة لشباب بلادنا الذي يتطلع إلينا اليوم ليرى نتائج ملموسة على الأرض تصون مصالحه وتضمن مستقبله. وفي هذا السياق تظهر مجالات واعدة للتعاون كالطاقة وإعادة تدوير المخلفات بما تحققه من تنمية مستدامة لمواردنا كحد أهم سبل تأمين مستقبل تلك الأجيال والحفاظ على ثرواتها. كما كان من الطبيعي في ضوء العلاقات التاريخية بين شعوبنا منذ كانت مصر وطناً ثانياً للعديد من القبارسة واليونانيين المقيمين فيها أن نتفق على عقد أسبوع بعنوان الجاليات المصرية اليونانية والقبرصية لإحياء الجذور، يقوم خلاله أصدقاؤنا اليونانيون والقبارسة الذين سبق وأن أقاموا في مصر بالعودة إليها لمدة أسبوع خلال شهر يناير 2018 وزيارة الأماكن التي كانوا يقومون بها. السيدات والسادة، انطلاقا من شعور كامل بالمسؤولية تجاه المنطقة التي ننتمي إليها، فإن مصر وقبرص واليونان تلتزم ببذل كافة الجهود الممكنة لمحاولة إعادة الأمن والاستقرار لمنطقة شرق المتوسط والتصدي بكل حزم للمشكلات التي تعاني منها تلك المنطقة. وكما أكدت بالأمس عقب لقائي مع فخامة الرئيس نيكوس، تظل القضيتان القبرصية والفلسطينية ذات أولوية خاصة في إطار المباحثات بيننا. وفي هذا السياق تظهر أيضا أزمات مثل ليبيا وسوريا وعدد من الأزمات الأخرى كتحدي لنا للحفاظ على المبادئ الثابتة للقانون الدولي من جهة ومساندة تلك الدول وشعوبها لتخطي الأزمات الراهنة والمخاطر التي تتعرض لها من جهة أخرى. كما يظل الإرهاب خطراً كبيراً يهدد شعوب المنطقة بل والإنسانية كلها، الأمر الذي يستدعي تكاتف كافة الدول وتسخير إمكانياتها للتصدي له، باعتبار أن توفير حياة آمنة لمواطنينا هو أبسط حقوق الإنسان التي تفرضها علينا مسؤوليتنا، فضلاً عن أهمية مجابهة الفكر المتطرف بمختلف أنواعه. واتصالاً بذلك نواصل التباحث حول أفضل سبل التصدي لأزمة الهجرة غير الشرعية التي نتجت عن الأوضاع التي تتعرض لها منطقة شرق المتوسط، وذلك من خلال مدخل شامل ومتكامل يعالج جذور تلك الأزمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية بجانب التصدي لمظاهرها من الناحية الأمنية. وختاما، فإنني أجدد شكري للسيد الرئيس نيكوس وسيد رئيس الوزراء أليكسيس، متطلعا أن تشهد قمتنا المقبلة مزيداً من العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون بين دولنا وأن تعقد في أجواء أكثر استقراراً لمنطقتنا. وشكراً.